أنا بعتذر ستي، هذا غلطي. امبارح كنت متوتر بسبب أمي وشغلات تانية، يعني مشان فش خلقي. على كل حال هذا غلطي، بعرف أصلاً ما في حكي يبرر هذا الشي بنوب. أنا هلأ في شي واحد بدي أعرفه منك. بالخبر مكتوب انهيار عائلة تشيلان، يا ترى حفيدي رح يستسلم ولا هو بده يقاوم ويضل صامت؟ جنكي تشيلان جاوبني، بدك تضل بالمكان يلي وقعت فيه؟ جنكي تشيلان جاوبني، بدك تضل بالمكان يلي وقعت فيه؟ سلامات. كيفك يا روحي؟ الحمد لله حبيبتي. شو سر هالسعادة المفاجئة؟ مبين عليك كتير مبسوطة اليوم. لا يا روحي، مثل العادة. هي أنا. لا مو معقول في شي، وأنا ناطرة متشوقة إني اسمعك. يلا حكيلي. معقول ما شفتي الأخبار؟ ها؟ أي أخبار؟ على الانترنت وبالجرايد، جنكي مشارك بمصارعة حتى الموت، وكمان ضاربينه لحتى واقع على الأرض. الكل عرفان. أكيد أنت عم تمزحي. افتحي الانترنت وشوفي. طولي بالك، أنا فاتحته عندي. استني لحظة رح ورجيك. ها؟ كيف هيك؟ والله غريبة كتير هذا الشاب، ليش هيك عم يعمل بحاله؟ ما بعرف، بس وضع الشركة سيء كتير. سيد عزمي قال لي إنه هن رح يفلسوا تماماً. يمكن الشاب تأثر بالفشل كتير وما قدر يتحمل، لهيك قرر يفش قهره وياكل قتلة مرتبة. شو بدي أقول؟ أعطيني فنجان قهوة بسرعة يا ابني. زعلت علي؟ أمي لو سمحتي، أنا ماني رايق وما بدي أحكي بأي شيء. والله وأنا ماني رايقة. ابني معقول أنت تشارك بهيك مصارعة؟ معقول ما فكرت لا فيني ولا بعيلتك أبداً؟ لك شو هالتصرف هاد؟ برأيي مو صعب كتير تفهمي السبب. يعني بسببي رحت واشتركت بهالمصارعة مو هيك؟ خلص شو ما كان السبب ما بيهم، صار يلي صار. لك شو صار بوشك وبعيونك؟ جينك أنت ناوي تموتني يعني؟ تخيل لو كان صاير لك شيء. أنا ما فيني شيء، ليكني لساتني عايش. انت اكيد بدك تجنني، شو برودة هالاعصاب يا؟ لا وفوق هذا كله انت مدير تنفيذي قد الدنيا، حلوة بحقك يلي صار؟ انت بتعرفي كل شيء ما هيك؟ ماما انت بتعرفي كل شيء اصلا، خلص شيء صار وانتهى، ليش لسه عم تحققي فيه؟ كنت متضايق ورحت وغلطت، خلصنا. انا بعرف انت ليش متضايق لهالدرجة، انت مو متضايق بسبب الشغل، انت متضايق من عزراء، كل هاي الفضايح بسبب بنت ما هيك؟ ماما لا تبلشي، مو قدران اخذ واعطي. ممكن تطلعي من غرفتي لو سمحتي؟ ما رح اطلع. امي اطلعي اعمل لك. ما رح اطلع، انا ما رح اترك ابني يضل لعبه بايدين هديك البنت. بدك تصارع؟ ايه ماشي تفضل روح. مره ومرتين وبعدها بتنساها، بس ما بصير تضل عم تعاني بهالطريقه هاي. ماما اطلعي من هون، يلا. زعجك اللي قلته ما هيك؟ بس صار لازم حدا يقول لك ويواجهك بالحقيقه. روح شوف اذا عزراء عم تعمل بحاله مثل حضرتك، عم تروح على شغله وعايشه حياتها وانت مو هاممه اصلا. عم تفهم اللي عم بقوله؟ ماما عم اقول لك اطلعي لبرا، اطلعي. تمام، بس اكيد رح يجي يوم وتقول ماما قالت. جيداء طلعي منيح يا بنتي، هذا جينك؟ بلكي الخبر كان كذب. لا شيف، شوف يلي عم يصارع هو جينك بذاته. يا الله. صباح الخير. صباح الخير يا بنات، تعالوا شوفوا هالخبر. هاتي دقيقة. لا ومين مصوره هيك؟ قديش تافهين، مو معقول ابدا. انتو كان عندكن علم؟
يعني نحن عرفنا أنه شارك بالمصارعة إيه؟ بس هاد مو منيح أبداً، مو منيح أبداً، أبداً. إيه مزبوط، هلأ أهله بالبيت رح يجن جنونهم. مو متخيلة كيف رح تكون حالة الخالة سراب أصلاً. أخي؟ أنت منيح؟ ها؟ وقف، رح ساعدك. أنت أخذتني لعند عزراء ما هيك؟ ما عم بتذكر إلا وشك. يعني أخي شو كان فيني أعمل غير هيك؟ أنا لو جبتك على البيت بهي الحالة كانوا جنوا أمي وستي. ما كان في مكان تاني أردا؟ ليش ما أخذتني على أوتيل أو على أي مكان تاني؟ معقول هذا اللي ساويته؟ أخي أنت كنت بحاجة لواحد يهتم فيك منيح، مشان هيك أخذتك لعند عزراء. يعني هي الوحيدة اللي خطرت عبالك؟ خلص أخي لا تعمل هيك، يعني القصة أردا. خلص أخي اتركني لحالي، اطلع لو سمحت، مو جعبالي أحكي مع حدا اليوم. اطلع اطلع يلا. ما أصغر تفتح لي الباب كمان. شكراً. ايه ألو جانسو، أخي جينك؟ ايه إجا رجع المصارعة من جديد، عيونه منفخة ووشه كله جروح وبقى كأنه صار على حد الموت. طبيعي يصير هيك أصلاً، عزراء لعبت بجينك مثل ما بتلعب القطة بالفارة تماماً. يعني نحنا لسه ما منعرف شو اللي صار. عزراء ما بتترك أخي بسهولة، متأكدة أنه صاير بيناتهم شي مهم. ايه أكيد طبعاً، بس أنا قلت له لجينك وطلع معي حق، وهلأ رح يفش خلقه بالمصارعة. جانسو أخي بحبها لعزراء وتغيير هالشي صعب ومستحيل. أنا بفهمك بس برأيي كمان ما في داعي تفكري فيه وتزعلي حالك. لا أنا بس لأنه انشغل بالي على جينك. فيكي تضلي صديقته مثل قبل. تمام بعرف شو حاسة، بس ما في داعي تزعلي حالك أكتر من هيك. اسمعيني مشاعر أخي واضحة للكل. الحق معك طبعا، أنا بهالحالة لأنه جينك بيعني لي كتير، وأكيد ما رح أخسر صداقته أبدا. بتمنى هو يحط عقله براسه بأسرع وقت. تمام بشوفك. بشوفك. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى ترك رسالتين بعد سماع الصافرة. قدير أنا لازم شوفك ضروري. أخي اسمعني أنا خايفة كتير عليك. خلاص هلأ مشي الحال، ما فيني شي، أنا منيح. لو صار شي عليك ما بعرف شو كنت عملت. لو سمحت لا تعمل هيك مرة تانية. تمام تمام لا تزعلي أنا منيح روقي. قصة ومرقت. بدي اقول لك شغله عزراء، هذا الموضوع ما نو صح. قصدك موضوع الصور ما هيك؟ والله انا كمان هيك رايي، مو معقول. من وين عرفوا انه هو شارك بهيك شيء؟ اصلا الصحفيين ما بيتابعوا مصارعه الشوارع. يعني لا تدوري بعيد على التافه اللي خبرهم. في سومره وفي عزمي، اكيد واحد منهم خبر الصحافه. بصراحه انا عملوم حالي اكثر شيء. لك هلا شو علاقه هي بهي؟ بلا مين لهم علاقه ببعض، انا اللي تركته هيك فجاه وما قدرت اعطيه ولا تبرير. وهو عصب طبعاً، مشان هيك ما بقدر لوم حدا تاني غير حالي. آخ يا عزراء كذب يعني؟ خلاص إجا أستاذ جينك، وضعنا سيء كتير، لا تواخذني بس أسهمنا انخفضت كتير بعد هاي الصور، وبغيابك كمان للأسف خسرنا 10 نقاط. تمام عندي علم. عم بقول شو رأيك نكذب الصور أستاذ جينك؟ يا جماعة نحن ما عنا شي لنكذبه، بدي الكل بغرفة الاجتماعات بعد 10 دقائق. طبعا أستاذ. عزراء
الست سراب اجت عم تستناك. اسمعيني منيح، بصحك تتنازلي ابدا. اكيد جاي تلومني بموضوع جينك. شو ما قالت معها حق، شو بدي احكي يعني؟ الغلط مني. الحمد لله على سلامتها ست سراب. مرت عمي صارت احسن هلا، شكرا لك. والله نحن جاهزين نعمل اي شيء لازم مشان الست فريده. شو بتحبي نضيفه؟ لا ما في داعي، ما بدي شيء. ست سراب طلبتي تشوفيني. طيب معناها عن اذنك. الله معك. عادي تفضلي عادي. اكيد فيك تتوقعي سبب جيتي، ما يعني انت مانك غبيه. ايه صح، عندي فكره طبعا. بما انه عندك فكره فاكيد بتعرفي شو بدي منك، بس مع هيك انا اجيت لحتى احكي معك. شوفي جينك ما بتزبط معه هي الالعاب تبعك بالنسبه له الامور، يا صح يا غلط، يعني بحب يكون كل شيء واضح. عم تفهمي علي ما هيك؟ بس ما عم بيفهم لهلا اذا انت صادقه او كذابه، بتحبيه ولا عم بتكذبي، ما عم بيقدر يعرف اي شيء. اسمعيني انا كنت صادقه وواضحه مع جينك على طول وما كذبت عليه يكون بعلمك. كذبتي طبعا كذبتي، واذا بتتذكري انت من البدايه كذبتي عليه بموضوع عيلتك ولا نسيتي؟ شوفي يا عزراء، انا ما رح اسمح لك تاذي ابني مره تانية. امبارح بالليل جينك كان ممكن يموت بسببك انت، المسؤول الوحيد عن هالشي هو انت. مستوعبه هالشي؟ انا ما توقعت انه ممكن يعمل هيك شيء. شوفي لقلك أنا صح انفصلت عن جينك، بس هو لسه شخص مهم كتير بالنسبة إلي وما بتمنى يصير عليه شيء سيء أبداً، وبعمل كل اللي بيطلع بإيدي كرماله. لا تعملي عزراء، لا تعملي شيء لو سمحتي. تمام، هو هلأ معصب وعم بيحاول يفش خلقه بشي طريقة، حتى عم بيأذي حاله، أنا فهمانة، بس رح ينسى وهذا كله رح يمضى. بعد فترة رح ينسى كل اللي صار، ولو سمحتي خلال هاي الفترة أنت لا تتدخلي فيه ولا تتدخلي بحياته أبداً، وإذا تدخلتي رح تلاقيني واقفة بوشك. فيكي ترجعي على شغلك. بكرة لازم. تمام. ست فريدة، لو سمحتي بدي أحكي معك بموضوع كتير مهم. تفضل سيد ينار. شو رأيك ندور على حدا تاني أكثر خبرة لحتى يدير الشركة بهالمرحلة الصعبة؟ هذا الموضوع مو شغلك وما لك علاقة فيه. طيب يا جماعة، نحن لازم نفكر كيف منقدر نتجاوز هذا الانهيار الكبير بالبورصة بأقل ضرر ممكن. أستاذ جينك، شو رأيك نسحب الأسهم من التداول؟ طبعا لا، نحن ما منقدر نضيف خسارة سمعة فوق خسارتنا، هذا الشيء مو منطقي أبدا. بدال هذا الشيء برأيي بكفي انه نوضح انه حياتي الخاصة وحياتي العملية شغلتين منفصلين، يعني هن المجالين ما بيتعلقوا ببعض. كمان رح يكون بانتظارنا شهر من التقشف القاسي خلال الفترة الجاية، ولازم ندبر لقاءات مع مستثمرين جداد. تفضل ارتاح. شو هي الخطة؟ أنا عم اسمع. ست فريدة، بدنا ندبر لقاءات مع مستثمرين جداد مشان نأمن السيولة النقدية اللازمة، وكمان بدنا نحط خطة تقشف. بدنا نأجل دفع رواتب العمال يا ترى؟ لك كم سنة بتشتغل بهي الشركة يا عزمي؟ لسه لهلأ ما عرفت مبادئنا؟ شو ما صار يصير العامل لازم ياخد حقه قبل ما ينشف عرق جبينه، هذا الموضوع غير قابل للنقاش. أسعار الأسهم عم تنخفض بسرعة، ومن هلأ للمساء رح توصل للقاعة. عندكم شي خطة تانية؟ سيد عزمي، نحن مجتمعين هون لحتى نلاقي حل، مو لحتى نحبط بعض، فإذا بدك تفيدنا خليك، مع أني ما بعتقد. وإذا عم تفكر بالعكس طلع من هون لو سمحت. بجوز أنا ما عم بتذكر، بظن مو أنا المسؤول عن وضع الشركة هلأ، أنت المسؤول عن انخفاض أسعار الأسهم يا أستاذ. سيد عزمي طلع لبرا. أنا عضو مجلس إدارة، ما فيك تحكي معي بهي الطريقة. هاي العضوية ما رح تستمر كتير، اطلع لو سمحت. بالإذن أساتذة. بتمنى لكم التوفيق.
يا أساتذة، إذا بدكم تجوا لعندي مرة تانية يا ريت تجوني ومعكم حلول وأفكار واضحة، وإلا أنتو كمان لازم تعرفوا أنه ما رح يضل لكم شغل بهالشركة. فضلوا فيكم تتابعوا شغلكم. علي. نعم معلم. تعرف وين تليفوني؟ ما عم لاقي. حطيته فوق الطاولة معلم. شكرا لك. ليك سمعني علي. نعم معلم. سوي لي فنجان قهوة لو سمحت. ايه أمرك. خير إن شاء الله. شو هاد؟ لديك رسالة صوتية. قدير، أنا لازم أشوفك ضروري. جانسو لك، أنت مشكلة بحد ذاتك، أنت مشكلة عن جد. تفضل. خير شو في؟ جينك فينا نحكي شوي؟ عندي شغل عزراء كتير مشغول. بعرف بس ما رح طول عليك، بعد إذنك. طيب عم اسمعي. اسمع، مشان حالتك ليكي بالمناسبة أنا بدي أعتذر منك على ليلة مبارحة، لأنه أردا غلط كبير لما أخذني لعندك. أنا عن جد بعتذر كتير، ما كان بدي يصير هيك. لا مو مشكلة أبداً، أنا أصلاً ما كان بدي ستك وأمك يشوفوك بهي الحالة. منيح اللي عمل هيك، لأنه كله بسببك. ومين اللي قالك إنه اللي صار بسببك؟ طيب معناها ليش شاركت بالمصارعة؟ هاد ما بيعنيك يا أبداً. بلا أكيد بيعنيني جينك. شوف صح نحن انفصلنا، بس ما بدي إياك تأذي حالك أو تأذي عائلتك أو الناس اللي حواليك، وشو ما صار أنت بتضلك صديقي بالنهاية. أنا ماني صديقك عزراء، أنا الزلمة اللي حبك مثل المجنون. تذكرتيني ولا لا؟ أنا بس إجيت مشان أطلب منك توقف هاي المصارعة لو سمحت، إذا إلي ولو شوية خاطر عندك. ما بقدر أوعد وما أوفي، مثل لما أنت وعدتيني وما قدرتي توفي. مو أنت وعدتيني من قبل إنه ما رح نفترق أبداً؟ فكيف بدي أوعد شخص ما كان وفي معي بوعده إلي؟ جينك شوف أنا مشانك. ممكن تطلعي لبرا، عندي شغل كتير. ماشي. عزراء خير شبك بنتي؟ ليش شبني؟ أنا منيحة كتير، أنت كيفك هلأ؟ لك ليش عم تبكي؟ اسمع، تكوني تخانقتي أنت وجينك؟ لا أبدا، يعني نحنا كنا عم نحكي عنك وعن وضعك. ما بدنا ياكي تمرضي مرة تانية خالة سكر، أنت عم تتعبي حالك كتير. حبيبتي معقول حدا يبكي مشان هالشي؟ ليكني منيحة مو شايفة؟ خلاص كله رح يمر، لا تقلقي ولا تزعلي حالك، نحن بصحة وعافية. في مصايب كتير بالحياة عزراء، ولازم نحمد ربنا على كل شيء. Thank you.
خير جينك؟ ظاهر إنك أخذت قرارك. أنا خربت كل شيء يا ستي. شوفي كل اللي عم يصير حوالينا. الموظفين ما أنهم مطمئنين. الكل بلشوا يتركوا شغلهم من هلأ مثل كأنه أفلسنا. والمساهمين أصلاً ما حدا منهم ضل عنده ثقة فينا. إيه؟ يعني بدنا نستسلم؟ منيح. لكن خلينا نسكر الدكان ونروح. أنا رجعت خيبت أملك من جديد ستي. خسرت ثقة كل العمال والموظفين اللي عنا. أنا هديت كل نجاحك اللي إليك سنين عم تبنيه وساويته على الأرض. بالنسبة لإلي بس استسلامك هو اللي ممكن يهدني. يعني أنت مفكر إنه هي الشركة على طول كانت بخير؟ معقول ما مرينا بصعوبات أبداً؟ ما تأثر شغلنا ولا مرة؟ بالماضي عشنا انهيار كبير كتير كان أسوأ من هاد، وكنا رح نخسر كل شيء، وأنا فقدت أملي نهائياً. تعرف مين يلي خلاني وقف على رجلي؟ أبوك. أنت ابن عارف تشيلان. تذكر منيح مين أنت. تعال معي. كانت لأبوك. أنا استنيت الوقت المناسب لأعطيك إياها، وهلأ إجا هالوقت.
بلقيس بتساوي لي فنجان قهوة؟ تكرمي ست سراب. ماما أردا تعالوا. شوفي ماما تعالي. أخي جينك. حضرتك بدك تكذب الخبر سيد جينك؟ يا جماعة أنا ما أجيت لهون لحتى أغطي على شيء أبدا، بالعكس أنا جاي مشان أحكي الحقيقة كلها. صحيح هاي الصور حقيقية ومصارعتي حقيقية وهزيمتي حقيقية، طبعا هاي الصور مانا حلوة أبدا وأنا مدرك هذا الشيء، ومعكم حق بيلي قلتوه كلياته، بس بهالخصوص في شيء تاني حقيقي كمان. هاي المؤسسة كانت موجودة حتى قبل ما أولى، الكل اشتغل كرمالها من عمال المطبخ لفريق الإدارة كمان. يا عيني عليك، مئات الناس عم يشتغلوا فيها من زمان، وبرأيي تضرر مئات الناس وضياع جهدهم بسبب خطأ شخص واحد هو ظلم، وبرأيي هي هي الحقيقة أصلا. يلي عم يزعلني بهالوضع مو الحالة اللي وصلت لها أنا بصراحة، يلي زعلني هو انشغال مجموعة تشيلان بموضوع تافه. بتمنى نجتمع خلال فترة قريبة لحتى نحكي لكم عن نجاحات مجموعة تشيلان من جديد. طبعا إذا عزراء تركت لنا فرصة. أمي أنا عن جد ما عم بقدر صدق، أنت مو معقولة أبدا. أخي عم يمر بامتحان صعب ونحن هون بشو مشغولين؟ أنا بس عم بحكي مشان مصلحته، طبعا بدي أحكي عن أخطائه لأنه هو بيضل ابني. شكرا كثير على حضوركم، وهيك بيكون انتهى مؤتمرنا. يعطيكم العافية. سيد جينك، ممكن تخبرنا ليش حضرتك انفصلت من الجامعة؟ ظن انه هذا الشيء ما له علاقة ابدا بموضوعنا اليوم. يعطيكم العافية. ممكن يكون هالشيء لانك ضربت واحد من اعضاء الهيئة التدريسية؟ جينك لا بترجاك لا تعصب، لو سمحت لا تخلي ورطك هذا فخ. تفضل شوف احكي هلا، تفضل احكي. شوفي هذا عم يستفزه عن جد. انتبه اخي، اصحك اصحك تعمل شيء للصحفي. ليش ما حدا عم يطالع هذا الزلمة من هني؟ انت فكرت انك تتعالج من ميولك العدوانية؟ أنا ما بدي خليك تعصب، أنا بس عم حاول أعمل شغلي. لا ما في مشكلة، أنت عم تعمل شغلك مزبوط. الحمد لله نفدنا، يعني على شوي أخي كان رح يضرب هذا الصحفي اللي عم يستفزه. اللي عم بيصير معنا بهالفترة فضيحة ورا فضيحة. ماما صدقيني أنا عن جد ماني عارفانة شو بدي قلك. ليش عم تظلمي أخي لهي الدرجة؟ هو عم يمر بفترة صعبة كتير، أنت مانك مستوعبة هالشي هاد؟ مفكرة إنه اللي صار سهل عليه؟ والله يا ميليس، معناتها أخوك لازم يحط عقله براسه وما لازم يفوت بمصارعة الشوارع مثل الزهران ويعملنا فضيحة، والأهم إنه يبطل ركض ورا هديك البنت. يعني هي المشكلة هلا؟ كل هالشركة الكبيرة أفلست لأنه أخي بيحب عزراء، ما هيك؟ ماما شو رأيك إنك توافي وتراجعي حالك؟ أخي إجا لعندك وتوسل لك وطلب مساعدتك، قال لك نحن عم نمر بوضع صعب، وأنت شو عملتي؟ هيك اتطلعتي، حلو، حلو. شو عملت أنا ابني؟ أه؟ شو عملت؟ الشركة فلست لأنه ما أعطيته هالأرض اللي ما بتسوى 3 قروش؟ ليكي أمي،
إذا أنت مانك ملاحظة نحن خسرنا المطعم وأرضك اللي ما بتسوى 3 قروش يمكن كانت أنقذت المطعم وما كنا اضطرينا نوصل لهون. إيه طيب تمام، يعني هلأ أنا المذنبة بكل شي صار، كل شي صار بسببي أنا. أنا ما عم بفهم أنت شلون فيكي تقعدي مكتفة إيديكي هيك بالوقت يلي أخي وستي عم يبذلوا كل جهدهم. أنا ما عم بفهم ابنهم، كنتي تحكي عن سمعة العيلة، شو صار بهالحكي؟ سمعت شو؟ ها؟ سمعت شو؟ ليش ضل في سمعة منيحة للعيلة بعد هالخبر؟ خلاصنا بقى بكفي، خلاص اسكتوا. أصلاً ستكن دمرت هاي السمعة من لما تركت الورثة بإيد الست عتراء، هي اللي جاهلتنا مو أنا ابني. وكأنه كل هذا ما بكفي، لسه أخوكم كمان راح وعمل شغلات سخيفة من ورا حبه لهديك البنت. يعني بدل ما تجوا تلوموني إلي روحوا واسألوا حضراتهم إلهم بالأول. ماما لساتك عم تعيدي نفس الحكي، عم تعيدي نفس الحكي. شوفي أنا عم أسألك من باب الفضول بس، إذا أخي تزوج عزراء شو راح يصير؟ ها؟ لتكوني ناوية تتبري من أخي مثلا؟ شو معنات هالحكي أردا؟ هالحكي معناه إنه أخي جينك بحب العزراء وهذا سبب تعصيبك، ما هيك؟ مشان هيك ما عم تساعديه وبنفس الوقت عم تفشي خلقك من ستي كمان. القصة اجت على مرائك، انا غلطان شي؟ اردا اسمع، لا تحكي هيك وتتجاوز حدودك معي ابدا. وبالنسبة لموضوع عزراء واخوك جينك، هاي العلاقة ما رح تستمر ابدا، وحطوا هالشي ببالكن كتير منيح. التصريح الصحفي عمل تأثير إيجابي على السوق أستاذ جينك، فيك تشوف من هلأ بلشت الأسهم تتحرك. عن جد هالخبر كتير حلو صياد ضياء، لأنك كنت صادق كتير قدام الكاميرات وما أنكرت أخطائك، بالعكس أنت تبنيتها بكل شجاعة. برأيي هذا كان تفصيل مهم كتير. والله شو ما صار يصير، أنا للحقيقة ما كنت متوقع رد فعل سريع لهي الدرجة. معناتها يا جماعة خلونا نتشارك هاي الفرحة مع عائلة الشركة كلياتها. إيه منيح كتير، فكرة كتير حلوة. الكل وقفوا جنبنا بوقتنا الصعب وما فقدوا أملهم فينا ولا تخلوا عنا، هن بحاجة لرفع معنوياتهم أكثر من أي حدا تاني. سيد ضياء بصراحة أنا حابب أكون مع الموظفين على غدا، بدي أتشكرهم شخصيا، أنت بترتب هالموضوع ما هيك؟ إيه أكيد طبعا. خلونا نتصل بالمعلم فرحات كمان مشان يحضروا لنا قالب جاتو ظريف، خلينا نضيفهم إياه بعد الأكل مشان يتحلوا يعني. أنا رح حل الموضوع فورا. بالمناسبة يا جماعة أنا حابب أحكي شي عن موضوع المكان اللي استأجرناه، عندي مجموعة من الخطط وحابب أتشاركها معكم. احكي عم نسمعك. خطتي هي المكان الجديد اللي أخذناه قريب كتير من حيث الموقع على المراكز التجارية والشركات، خلونا نعمل ترويج خاص لوجبات الغداء ونخبر كل الشركات عنه، أو حتى بنقدر نعمل بالأول حفل إطلاق وافتتاح ظريف، هذا الشي رح يكون لمصلحتنا كلياتنا. هاي الفكرة حلوة كتير، مكان جديد وزباين جدد، بس هالشي لازمه استعداد منيح. للحقيقة الشكر للمعلم فرحات لأنه عم يتعب معنا وعم يجهز مطبخنا من جديد. عزراء ومينة وكل العاملين مستنفرين استنفار كامل وعم يجهزوا كل شي من الأول. الله يكون معنا وإن شاء الله مننجح بهالشغل ومنكون قد وقدو. ستي أنت لا تاكلي هم، ما رح نخجلك بنوب. إيه بعرف. إيه يا أساتذة، الكل يجهز حاله ومنلتقي سوا على الغداء. أنا إذنكم. الجو بارد كتير، لازم نسكر الجاكيت ماشي ومنحط الطاقية. تمام. مارت بيحب الطاقية. ايه مارت بيحب الطاقية، مشان هيك لازم يغطي أدنيه منيح. فاطمة اشتريت طاقية لمارت. ايه ما عاد نعرف نخلص من فاطمة هي. يلا تعال. صباح الخير. بخاطرك. مع السلامة.
خلي الست فريدة تطمن، رح نكون هنيك على الوقت. تمام، نحن رح ناخد كل شي لازم للتقديم من هون. تمام، سلم كتير. شو وضعنا يا بنات؟ رح نخلص شيف. حلو، ميني خبري الشباب فورا وخليهم ياخدوا كل شي لازم للتقديم. اوعى ينسوا شي، شوك، سكاكين، صحون، كل شي بيلزمنا. لازم نطلع خلال 15 دقيقة مشان ما نتأخر. عالم يا شيف. ممتاز، رح تضبطها شوي. جنن، حلو كتير. راشد. نعم. حملوا كل الأغراض الضرورية لتقديم الجاتو بالسيارة. أصحك ينقصنا شي ولا بينتفنا الشي. أنا بحل الموضوع. أهلين، كيفك أمي؟ ها، ألو سمرة. أنا بدي أخذ مارت اليوم المساء. تمام، بنتبه، لا تاكليهم أنتي. ايه اكيد بخبرك قبل ما اجي. ايه فهمت ماما، يعني عمتي وزوجها جايين كمان. ها ميني، بدي جيب مارت اليوم المساء، ما في مشكلة مو هيك؟ هو ما في مشكلة بنوب، بس حكيت معي امي هلا، قال جايين لعندي المساء وجاية معهم عمتي وزوجها كمان. قال عمتي بدها تعمل عملية لظهرها، يعني ما بعرف شو بدنا نعمل. آه تمام، معناها بلاقي مكان لحالي مو مشكلة. لا يا روحي، شو هالحكي هاد؟ أنا ما قلت لك مشان هيك، يعني محلولة مندبر حالنا. مينة هلأ معقول هالحكي؟ بعدين أنتي جاي لعندك مريضة، ما في داعي للعجقة. خلص لا تاكلي هم، أنا بضل بشي أوتيل، أصلاً صار لازم دور على بيت كمان. أوعك تحكي هيك عزراء، بلا حكي فاضي، أوتيل شو مشان الله؟ لك شبكي مينة، عم قلك بدي ضل بالشارع مثلاً، خلص بدبر أموري. يا بنات، إذا بتحبوا فيني جيب لكم فنجانين قهوة مشان تكملوا هالحديث الحلو والمهم على رواق، شو رأيكم موافقين؟ لا. شو هالحكي شيف؟ انتو ما عم تفهموا علي، يعني هاد الجاتو ليش ما راح على السيارة لهلا؟ يا عيوني، المدراء هنيك وكل الموظفين كمان، يعني في اجتماع كبير بالشركة، رح نتأخر، خلصوني. طيب شيف خلصنا، جيبي العلبة. مو شاطرين إلا بالحكي. عزراء لا تزودي، ما رح يصير علي شي. يعني هذا الصحفي انت اللي بعدته؟ اي نعم. بس حضرتك هالمرة اجيت لتكحلها قمت عميتها. تصريح جينك للإعلام رفع قيمة الأسهم، وفوق هاد هو طلع من خرج هذا الصحفي كمان. أنا نصبت فخاخ كتير يا نار، إذا بيحب يوقع بهاد وإذا بيحب يوقع بالتاني. طيب الفخ التاني جاهز؟ شو رح يصير هلأ؟ الأسهم رح تضل عم ترتفع قيمتها، وهذا رح ينقذ شركة تشيلان. ايه بس هنن عرضوا 30% من أسهم مجموعة تشيلان للتداول، يعني بهالوضع رح يصير في عنا مئات أو آلاف الشركاء يلي ما منعرفهم. انت عم تقول انه الشركة بلشت تتفكك، بس في شي صار ما لازم ننساه كمان يا عزمي. بعد اللي صار جينك ما عاد يخلينا بهالشركة. ادخل. بعتذر، الأستاذ جينك بده الكل يكون موجود بالمطعم الظهر. يعني لازم نكون كلياتنا؟ بده مشاركة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل سيد عزمي. تمام، بالإذن. أوه يسلم إيديكي بلقيس، عزبناكي. صحة وهنسة هوليا. شكراً كتير. يسلم. شكراً بلقيس. العفو. بصراحة نحن تفاجأنا كتير لما شفنا الأخبار، يعني ضغط الصحافة على جينك لهي الدرجة ما كان صحيح. الحمد لله على سلامته. ايه يمكن كان لازم يصير معه هيك شيء لحتى يرجع عقله على راسه، يعني بتمنى يكون فهم انه علاقته مع عزراء عم تضره. شفتي شو صار؟ على شوي كان رح يخسر شغله وحياته كمان. صح معك حق، بس برأيي خلال هالفترة لا تضغطي علي انتي كمان زيادة. حياتي انا اصلا ما عم بعمل اي شيء. انتي بتعرفي هدول لساتهم شباب وما عندهم خبرة، وأحياناً لما بتناقشيهم وبتضغطي عليهم ممكن يصيروا أعند. فكرك أعند وبس؟ يعني جينك من جهة وحماتي من جهة. ايه خلص ارتاحي انتي ولا بقى تناقشيهم. ليكي سراب، أنا برأيي صار لازم تلاقي طريقة جديدة لحتى تفرضي حالك كأم بهالبيت. والله أنا ما عاد بدي ناقش حدا منهم أبداً، يعني بالحقيقة أنا كمان عندي خططي،
الأمور ما رح تستمر هيك. طيب حلو حلو كتير، ورجيهم حالك. يعني بدل ما تكوني المرأة يلي بتقعد بالبيت وبتضل بتنق على طول من الأمور الغلط، لازم تكوني مرأة قوية وماسكة كل الأمور. أنت بيلبق لك هالشي أصلا. معك حق، أنا أصلا مليت من تجاهلهم إلي كتير. يعني أنت اللي وصلتي حالك لهالمرحلة، ما فيك تلومي أي حدا تاني. في أمور كانت تقيلة علي هوليا، يعني حماتي وولادي كلياتهم كمان عم بيحاربوني. لأنه بالنسبة لإلهم أنت ما قمتي بالتضحية اللي كانوا ناطرينها مني. طيب خليهم يشوفوا معناتها من هلأ ورايح سراب شو فيها تعمل وشو التضحيات يلي بتقدمها. رح ورجيهم. هلأ صح أنت تأخرتي، بس أنا شايفتك بهالوقت صرتي أقوى.